أصدقائي، هيا نلعب اللعبة اللغوية عن المرادفات. يلا. يفحص مرادف يفتش أو فتش. السنوات مرادف عام أو أعوام. سنة ولا مرادف أخذ أو أكل. يتكلم مرادف يتحدث أو قال. سئر مرادف ثمن. الإحسان مرادف البر. النجدة مرادف المساعدة. المستهلكون مرادف المستعملون أو الزبائن أو المستخدمون. النظافة مرادفها الطهارة. يستطيع مرادف يمكن. خائفة مرادف خشية أو جبان. مشهورة مرادف معروفة أو معلومة. الطعام مرادف المأكولات. الجسم مرادفه الجسد أو البدن. الوالدين مرادف الأبوان. يا أصدقائي، هيا نلعب معا. الرابط لهذه اللعبة تحت هذا الفيديو.